اليوجلا يهددون بإغلاق الحقول الواقعة بنطاقهم في حالة ممارسة ضغوطات لإلغاء قرار المشير حفتر. الوطنية للنفط ببنغازي تورط الجماعات المسلحة المرتبطة بالمجلس الرئاسي المنتهي في عمليات نهب أموال الدولة. البرلمان العربي يرفض المساس بالأموال الليبية المجمدة في بريطانيا. نشرة إخبارية جديدة من قناة ليبيا الحدث في بنغازي. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أصدر أهالي وعيان ومشايخ قبيلة المجاب رجالو من داخل حقل النخل النفطي بيانا أكدوا فيه على دعمهم للقرار القيادة العامة للجيش بتسليم الموانئ النفطية للحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب الجسم الشرعي والمنتخب الوحيد في ليبيا. وشدد البيان على أن القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر هي الضمان لإرسال الأمن والدحر الإرهاب والتطرف والأساس لبناء دولة مدنية ذات سجادة. كما بارك البيان انتصارات الجيش في تحرير مدينة درنا من الإرهاب والتطرف. أبناء قبيلة المجابرة إدراكا منا لظروف المرحلة وما تمر به بلادنا ليبيا من أزمات أصبحت ترمي بثقلها على كاهل المواطنين الذين أصبحوا يعانون ضنك العيش وثقل الحياة المشتد، وفي ظل عدم الاكتراث والشعور بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية من قبل المؤسسات المالية والاقتصادية والمتمثلة في مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، وكذلك ما يسمى بالمجلس الرئاسي الغير دستوري، واستشعارا لكل التحديات، فإن قبيلة المجاب رجاله يصدرون البيان التالي: 1- نبارك انتصارات القوات المسلحة العربية الليبية والشباب المساند والتي كانت آخرها تحرير مدينة درنة والقضاء على الإرهاب والتطرف، ونترحم على الشهداء الأبرار، ونطلب من الله العلي القدير أن يشفي جرحى. 2- القوات المسلحة العربية الليبية والقيادة العامة للجيش بقيادة المنتصر بالله المشير أركان حرب خليفة بن قاسم حفتر، والأجهزة الأمنية هي الضمان لإرساء الأمن ودحر الإرهاب والتطرف والأساس لبناء دولة مدنية ذات سيادة. 3- دعم قرار القيادة العامة للجيش المتعلق بتسليم الموانئ النفطية بالهلال النفطي للمؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة المنبثقة من مجلس النواب الجسم التشريعي والشرعي الوحيد في ليبيا. أصدر أهالي وحكماء وعيان بلدية أوجلا بيانا باركوا فيه القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر بتحرير مدينة درنة والموانئ النفطية بخليج سرت من الجماعات الإرهابية والمرتزقة الشادية. كما أعلنوا في البيان تأييدهم التام لقرار المشير خليفة حفتر بشأن تسليم الموانئ النفطية بخليج سرت للمؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي التابعة للحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب، مؤكدين أنهم كأهالي أوجلا يدعمون قرار المشير، وإن أي ضغوطات ستمارس لإلغاء هذا القرار سيدفعهم للقيام بإغلاق آبار وحقول النفط الواقعة بنطاق بلدية أوجلا. نهني جيشنا على تحرير مدينة درنة وإرجاعها إلى حضن الوطن، ونبارك الانتصارات التي حققها الجيش الليبي على الميليشيات الإرهابية والمرتزقة الشادية وسرايا إرهاب بنغازي بطردها من الحقول والموانئ النفطية، ونؤيد قرار سيادة القائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة بن قاسم حفتر بتسليم الموانئ النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي المنبثقة عن الحكومة المؤقتة. نطلب نحن أهالي وسكان وأعيان وحكماء مدينة أوجلة بأنه في حالة ممارسة أي ضغوطات من أي جهة كانت لإلغاء قرار المشير بتسليم الموانئ النفطية للمؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة، فإننا سنقوم بإغلاق آبار النفط وخطوط النفط الواقعة في نطاق مدينة أوجلة.
هذا واكدت قبيلة العربة تأييدها لقرار القائد العام للقوات المسلحة الخاص بالموانئ النفطية، مباركة تحرير الموانئ النفطية ومدينة درنة من الجماعة الإرهابية. تبارك قبيلة العربات في بيانها التاريخي اليوم الموافق 30/6/2018 تحرير الموانئ النفطية من العصابات الإجرامية وتحرير مدينة درنة من براثن الإرهاب وعودتها لحاضنة الوطن. كذلك تؤيد قبيلة العربات تأييدا كاملا للقرار الشجاع الذي اتخذته القيادة التاريخية للقوات المسلحة العربية الليبية بتسليم الحقول النفطية للمؤسسة الوطنية للنفط بمدينة بنغازي، وذلك للاعتبارات التالية: أولاً، إن قضية محاربة الإرهاب تعتبر من أهم مواضيع الساعة التي فرضت وجودها على المجتمع الدولي، لهذا فإن محاربة الإرهاب يجب أن لا تقتصر على المواجهة المسلحة فقط، بل يجب أن تمتد إلى تجفيف مصادر تمويل الإرهاب، نظرا لكون الأموال تعتبر هي الشريان الحيوي لحركة التنظيمات الإرهابية في تنفيذ مخططاتها الإجرامية. ثانيا، لقد شكلت جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بعد وصولها إلى سدة الحكم في ليبيا تحديا هائلا لقوى المجتمع المدني والديمقراطي الراغب في بناء مجتمع جديد يقوم على أساس من الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. والجديد في هذه الحركة الإرهابية، هذا وبارك شباب قبيلة البراعص القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر، باركوهم بالانتصارات التي حققوها بتحرير مدينة درنة والموانئ النفطية بخليج سرت من الإرهاب والجماعات الظلمية. كما أعلن شباب قبيلة البراعص تأييدهم الكامل لقرار المشير خليفة حفتر بشأن تسليم الموانئ النفطية بخليج سرت للمؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي التابعة للحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب. شرفنا نحن شباب قبيلة البراعصة أن نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى أبطال المؤسسة العسكرية وقائدها وقائد الجيش المشير خليفة بن قاسم حفتر على الانتصارات الباهرة المدفوعة الثمن بدماء أبناؤنا الأبطال بتحرير الموانئ النفطية ومدينة درنة من براثن الإرهاب وأعداء الوطن. وهذه الانتصارات ما كانت لتكون نور الله أولا ثم تضحيات الرجال الأبطال. وأيضا نؤيد تسليم الموانئ للمؤسسة الوطنية للنفط بنغازي. أكدت قبيلة العوامة بكافة تركيباتها الاجتماعية تأييدها التام لقرار القيادة العامة بشأن تسليم الموانئ والحقول النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط بالحكومة المؤقتة. كما تقدمت قبيلة العوامة أيضا في بيان لها بالتهنئة إلى القوات المسلحة وللشعب الليبي بتحرير مدينة درنة من التنظيمات الإرهابية وتحرير الحقول والموانئ النفطية من سرايا إرهاب بنغازي والمتحالفة مع المرتزقة الأفارقة بحسب البيان. نحن قبيلة العوامة بكافة تركيباتها نترحم على شهداء الجيش الذين غذوا نحبهم في معارك العزة والشرف لتحرير البلاد من الإرهاب والمرتزقة، كما نبارك للشعب الليبي والقيادة العامة للجيش الليبي بقيادة المشير أركان حرب خليفة بن قاسم حفتر بتحرير مدينة درنة من بقايا تنظيم الإرهاب وتحرير الموانئ والحقول النفطية من عصابات سرايا الإرهاب بنغازي ومن معهم إلى المرتزقة الشادية. كما نبارك ونؤيد قرار القيادة العامة بتسليم الموانئ والحقول النفطية للمؤسسة الوطنية للنفط بنغازي. هذا وثمن أهالي وأعيان منطقة أبار انتصارات القوات المسلحة بتحرير مدينة درنة والموانئ النفطية ووضعها تحت تصرف المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة. كما أكد أهالي منطقة أبار رفضهم القاطع لأي شكل من الأشكال للتدخل الأجنبي في السيادة الليبية، وأكدوا على أن القوات المسلحة هي المسؤولة والوحيدة في تأمين قوت الليبيين ومقدرات الدولة الليبية. وفي نفس الوقت نتمن أعالي المجهودات والانتصارات الجيش الليبي وتضحياته في تحرير المنطقة الهلال النفطي ووضعه تحت تصرف المؤسسة الوطنية للنفط، وكما نبارك بفضل الله وتم تضحيات أفراد القوات المسلحة الليبية على الإرهاب والتحرير مدينة درنة من الإرهابيين وأيادي العابدين وعودته إلى حضن الوطن
وكما نؤكد على التالي ان واحد ان القوات المسلحه ان القوات المسلحه الليبيه هي الحضن الوحيد والوحده الشعب الليبي والحفاظ على مقدراته. اثنين، نرفض اي تدخل خارجي في شان الليبي الداخلي مهما كانت شكله وطبيعته. ثلاثه، نؤكد على وحده الليبيين. أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي تورط الجماعات المسلحة المرتبطة بالمجلس الرئاسي منتهي الولاية في عمليات نهب أموال الدولة من خلال تهريب الوقود والاعتمادات المستندية والبطاقات المدعومة، كما أكدت حرصها الكامل وسعيها للحفاظ على التزامات ليبيا القانونية، مؤكدة أنها لن تسمح باستمرار الوضع الراهن والذي تسبب في تبديد أموال الشعب الليبي. كما بينت أن التقارير كشفت عن معلومات حول إهدار ونهب ممنهج لثروات البلاد الذي وصل لحد غير مسبوق. بحسب تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن وتقرير ديوان المحاسبة في طرابلس، كما دعت المؤسسة الوطنية للنفط في بيانها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للعمل مع كل الأطراف من أجل التوصل لحلول عقلانية وعملية تسمح باستمرار تدفق صادرات النفط، وذلك لحل الأزمة خاصة بعدما أوردته التقارير الدولية والمحلية من الفساد المتفشي وغياب التام للحكم الرشيد في مؤسسات الدولة الخاضعة تحت المجلس الرئاسي منتهي الولاية في طرابلس. وفي شأن آخر، أعلن البرلمان العربي الأربعاء رفضه واستنكاره قيام مجلس العموم البريطاني بمناقشة مشروع قانون يسمح بالاستفادة من الأرصدة الليبية المجمدة لدى بريطانيا في تعويض ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الإيرلندي. وقرر البرلمان في بيان له تكليف لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بمتابعة مشروع القانون الذي أجل في مجلس العموم البريطاني إلى أكتوبر المقبل، معتبرة المساس بهذه الأموال اعتداء على السيادة الليبية وعلى قرارات الأمم المتحدة. وأكد البرلمان في بيانه عدم قانونية مشروع القرار المزمع التصويت عليه استنادا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 المتضمن بتجميد الأموال الليبية للمحافظة عليها وليس لاستغلالها خارج إرادة الشعب الليبي. يشار إلى أن السفير بريطانيا لدى ليبيا فرانك بيكر صرح في يوليو الماضي بأن بعض أعضاء مجلس العموم البريطاني الذين يمثلون شمال إيرلندا هم فقط من طالبوا برفع قيمة تعويضات ضحايا هجمات الجيش الإيرلندي الذي دعمه النظام السابق دون التطرق لاستغلال الأموال الليبية المجمدة في بريطانيا. كشف مركز سمال أرمز سيرفي للدراسات في تقرير له أن الوضع السياسي والاقتصادي في ليبيا بات في قبضة ما وصفها بميليشيات العاصمة وبدعم من حكومة الوفاق المرفوضة، مضيفة إلى أن البنوك في طرابلس صارت تدفع الأموال للميليشيات لتأمينها. المزيد في التقرير التالي. أبحاث جديدة تخرج بنتائج لتأكيد واقع قديم عن سيطرة الميليشيات في العاصمة طرابلس وتحكمها في مفاصل الدولة هناك. فقد كشف بحث حديث أن الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في الغرب الليبي بات في قبضة ميليشيات إرهابية متحالفة أطلق عليها البحث اسم كارتل طرابلس بدعم من حكومة الوفاق المرفوضة ومجلسها الرئاسي. والمقصود هنا بكلمة كارتل هو تحالف جهات ومؤسسات معينة لغرض احتكار كل شيء. وحسب مركز سمول آرم سيرفي للدراسات، فإن كارتل طرابلس أصبحت شبكة إجرامية تضم ميليشيات عديدة وبتوجهات مختلفة. كما ذكر مركز سمول آرم سيرفي أن هذه الميليشيات استطاعت خرق جميع قوانين الدولة، مضيفة أن حكومة الوفاق المرفوضة شرعنت هذه الميليشيات ودفعت لها الرواتب من أجل شراء ولائها. كما كشفت الدراسة أبرز المسؤولين في حكومة الوفاق المرفوضة الذين دفعوا رواتب لهذه المجموعات الإرهابية، وعلى رأسهم وزير دفاع الوفاق المرفوضة أسامة الجويلي وعضو الجماعة الإرهابية المقاتلة صديق الغيثي ووزير داخلية طرابلس فوسي عبد العال وعضو جماعة الإخوان الإرهابية عمر الخضراوي. وتابعت أن البنوك في طرابلس تدفع الأموال للميليشيات لتأمينها، كما استخدم أفرادها القوات المفرطة وخطفوا مدراء البنوك ليتحصلوا على الاعتمادات المالية. إذن فقد خرجت العاصمة طرابلس عن سيطرة قوانين الدولة، وصنعت الميليشيات لنفسها هناك قانونا يحمي أجنتاتهم الإجرامية. لقناة ليبيا الحدث، مجدي عطية.
التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنعلة القائم بالأعمال الأمريكية لدى ليبيا جوشا هاريس، وقد ناقش الطرفان الأحداث الأخيرة التي جدت في خليج سرت، والتي كانت سببا في إعلان حالة القوة القاهرة في كل من ميناء راس لانوف والسدرة والزويتينة والحريقة، وخاصة عقب قرار القائد العام بتسليم الموانئ النفطية. كما أعرب هاريس عن دعم حكومة الولايات المتحدة للمساعي الرامية لإيجاد حل للأزمة الحالية في ليبيا، كما دعا صنعلة إلى ضرورة التحلي بمزيد من الشفافية في توزيع الإيرادات الوطنية، مشددا على أهمية القيام بإصلاحات فيما يخص إعداد الميزانية. تتواجد بالمنطقة الغربية مناطق انطلاق رئيسية للزوارق المطاطية تتبع للميليشيات، عادة ما تحمل مهاجرين بما يفوق طاقتها بكثير في رحلة عبور المتوسط. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. أمواج البحر الأبيض المتوسط تبتلع المهاجرين غير الشرعيين مجددا. مأساة غرق المهاجرين حلقة تتكرر على السواحل الليبية، فمنذ الجمعة الماضية فقط لا يزال 170 مهاجرا في عداد المفقودين، عدا ما تمكن خفر السواحل الليبية من إنقاذ 41 مهاجرا قبالة سواحل الجربولي شرقي طرابلس. المنطقة تحولت إلى نقطة انطلاق رئيسية للزوارق المطاطية، عادة ما تحمل مهاجرين بما يفوق طاقتها بكثير في رحلة عبور المتوسط أملا بالوصول إلى السواحل الأوروبية. رحلة محفوفة بالمخاطر قضت على حياة الآلاف منذ سنوات. منظمة الهجرة العالمية أعلنت أن حصيلة القتلى في الأيام الأخيرة ترفع عدد الذين قضوا في المتوسط هذا العام وحده إلى 1000 مهاجر. حوادث غرق شبه يومية تأتي بعد أسابيع من التوتر بشأن حل أزمة الهجرة في أوروبا، إذ تشكل القضية نقطة خلاف داخلية في بعض الدول الأوروبية ودول أخرى. لقناة ليبيا الحدث، أميرة علي. صرحت وزارة الداخلية القطرية باستنكار بعد سيطرة الجيش الوطني على قوت الليبيين وبعد نجاح عملية الاجتياح المقدس، حيث دعمت المدعو الجذران وبينت دعمها لحكومة الوفاق المرفوضة، دليلا واضح على النوايا المبيتة من قبل هذه الدويلة لعرقلة تقدم القوات المسلحة. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. تلطخت قطر وعبت أميرها تميم ووالده حمد بدماء المواطنين الليبيين خلال أحداث الإرهاب الكثيرة التي اجتاحت الدولة لإسقاطها، حيث دعمت قطر العديد من الميليشيات الإرهابية اعتزمت وضع إثارة الفتن وزعزعة الاستقرار داخل الدولة الليبية نصب عينها، وهو ما تسعى إلى فعله في العديد من الدول العربية. من البداية رصد الجيش الوطني وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا دلائل تدين قطر بالدعم المادي والعسكري للعديد من الميليشيات الإرهابية في ليبيا، الأمر الذي أثبت على لسان الناطق باسم الجيش الوطني وقتها حين أكد إن قطر دعمت الفساد في ليبيا، وأن ضابطا في الاستخبارات القطرية هو المسؤول عن إرسال مسلحي داعش إلى ليبيا. قامت بإدخال مليارات الدولارات إلى ليبيا لإفساد المجتمع الليبي، لاستغلال الظروف الاقتصادية لبعض الليبيين، لدعم السجناء اللي كانوا في السجون في جرائم سرقة وقتل من أجل السرقة ومحتاجين للمال، ادعموهم ودلوهم قيادات. مثلا في العميد في الجيش القطري قد يكون في الاستخبارات المخابرات القطرية اسمه سالم علي جربوعي، هذا الاسم يعمل كثيرا في تونس، وعلى فكرة هو الملحق العسكري لقطر في دول شمال أفريقيا، في تونس، في ليبيا، في الجزائر، موريتانيا، المغرب، وهو المسؤول عن الخراب المالي والخراب الأخلاقي في هذه المنطقة بالكامل، هو الذي يمد في الدواعش والقاعدة والأخوان في هذه المناطق. كما توفر هذه الدول الدعم السياسي والإعلامي في عملياتها ضد القوات الجيش الوطني، إضافة لتقديم دعم مالي كبير عبر مؤسسات تجارية تتبع قيادات إرهابية تحظى جميعها برضا الدوحة وحكامها. وبعد أن اجتاحت القوات المسلحة في عملية الاجتياح المقدس وطردت ودحرت الجماعات الإرهابية والمرتزقة شديدة على قوت الليبيين بخليج سرت، خرجت قطر بوزارة داخليتها تاركة شأنها
وتدخلت في سيادة الدولة الليبية محاولة تشويه الجيش باستنكار الانتصارات المؤزرة. فكيف لا تقوم بذلك وهي خسرت معركتها ضد القوات المسلحة بضرب جنودها وإيقاف منبع الملايين عنهم؟ بعد أن عاش لمدة 20 عاما في إيرلندا، عاد الإرهابي مهدي الحراتي إلى طرابلس في أعقاب انتفاضة 17 فبراير، حيث أسس في المنطقة الغربية ميليشيا ما تعرف بثوار طرابلس عام 2011، وأصبح الحراتي نائب قائد المجلس العسكري بطرابلس الذي كان يقوده عبد الحكيم بلحاج الإرهابي صاحب الخبرات الطويلة في التطرف. يعد الحراتي الذي يحمل الجنسية الإيرلندية مطلوبا في أسبانيا بسبب تورطه في هجمات مدريد مارس 2004. فلنتابع. حذر الأمين العام للمنظمة العالمية للمكافحة الفساد المستشار يونس سليمان الحكومة الإيطالية من تدخلها في الشأن الليبي الداخلي ودعمها لما يحدث في الموانئ النفطية، معتبرا إياه دعما للإرهاب والميليشيات المسلحة. كما حذر سليمان في بيان له باسم المنظمة بشدة الجماعات الإرهابية ومن يدعمها، لافتا إلى أن المنظمة ستتخذ الإجراءات اللازمة. ودعا البيان المجلس الرئاسي منتهي الولاية لوقف الدعم لما يعرف بمحافظ مصر في ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير، وذلك لما اقترفه من فساد للمال العام ودعمه للميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية بحسب نص البيان. كما طالب البيان الأمم المتحدة والدول الكبرى بدعم الجهات الشرعية كمجلس النواب والأجسام المنبثقة عنه. استنكر رئيس العلاقات الدولية بالاتحاد العام لعمال ليبيا تصريحات وزارة الدفاع الإيطالية بشأن لا يتم أي اتفاق في ليبيا إلا بموافقة إيطاليا وإن قيادة ليبيا بيد إيطاليا. وطلب رئيس العلاقات الدولية بالاتحاد العام لعمال ليبيا في بيان له، طلب رئيس اتحاد نقابات إيطاليا ومسؤول القطاع الدولي بالاتحاد العام لنقابات إيطاليا بمخاطبة الحكومة الإيطالية بتقديم الاعتذار للشعب الليبي عن هذه التصريحات الغير مسؤولة بحسب البيان. كما أكد البيان أيضا على أن القيادة في ليبيا هي بيد الشعب الليبي والقيادة العامة للقوات المسلحة. أصدر وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف
قرار يقضي بإنشاء إدارة المباحث للأموال العامة. وبحسب ما جاء في نص القرار، ستختص الإدارة المنشأة بمهام المحافظة على المال العام بما لا يتعارض مع اختصاصات الأجهزة الرقابية المنبثقة عن مجلس النواب متمثلة في ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد. ومنح قرار وزير الداخلية حق التحري والاستدلال في الجرائم الماسة بالأموال العامة والتهريب الضريبي وجرائم الاستيلاء على أملاك الدولة وتسرب أوراق النقد خارج المنظومة المصرفية وسوء استخدام موارد الدولة من النقد الأجنبي. كما منحها صلاحية حالة مرتكبي الجرائم من هذا النوع إلى الجهات ذات الاختصاص، إضافة إلى أي مهام أخرى تكلف بها من قبل وزارة الداخلية. طلب الحراك الوطني من أجل ليبيا رئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي بالتدخل لإلغاء قرار رفع السلطات المصرية لرسوم دخول الليبيين من 120 جنيه إلى 400 جنيه مصري. وثمن المجتمعون في بيان لهم مجهودات الدولة المصرية الرامية إلى دعم الاستقرار ومكافحة الإرهاب من الجانبين. فإننا نحن الحراك الوطني من أجل ليبيا والأوطان النضال ومؤسسات المجتمع المدني وعمد ومشايخ وحكماء وأعيان وسكان بلدية طبرق والبلديات المجاورة، نطالب فخامة الرئيس المناظر للرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل شخصيا من أجل إلغاء قرار زيادة رسوم، حيث أن زيادة الرئيس على دراية كاملة على ما يمر به المجتمع الليبي من ظروف اقتصادية وحرب على الإرهاب. وهذا ما نحن متأكدين من أن زيادة الرئيس المصري لن يدخل جهدا بسبيل تحقيق مطالبنا. تمكن أفراد كتيبة الوادي بصبراتة وبعد التحري والمتابعة من القبض على مهرب للوقود نوع البنزين، حيث وضع خزانا على متن الشاحنة وسعته تقارب 5000 لتر. جاءت عملية القبض في إطار العمل الذي تقوم به أفراد الكتيبة رفقة الأجهزة الأمنية الأخرى في تأمين المنطقة والتصدي لكل الجرائم ومنها جرائم تهريب الوقود. قام وكيل وزارة الصحة الدكتور سعد عقوب بزيارة لمستشفى الجيجيب القروي ومكتب الخدمات الصحية، وذلك للاطلاع على سير العمل والصعوبات والنواقص التي يحتاجها قطاع الصحة حتى يتم تقديم الرعاية الصحية للمرضى بصورة صحيحة. اليوم كنا في زيارة ميدانية لمستشفى الجيجيب القروي بدعوة من السيد عميد البلدية ومدير المستشفى. حظينا بهذه الزيارة، طلعنا على كل الإجراءات اللي أولتها وزارة الصحة وإدارة المستشفى اليوم، طلعنا على قسم العمليات، على قسم النساء والتوليد، على قسم الإسعاف الطوارئ، على المعمل، على الأشعة. زي ما تعرفوا أن هناك بعض المشاكل الحقيقية تتعلق بموضوع الإمداد الطبي والإسعاف، ولكن وزارة الصحة دابت أن توفر جزء كبير من الإمكانيات رغم الظروف التي تمر بها. طلعنا على الإجراءات التي لها علاقة بالشؤون الوظيفية وكانت ممتازة جدا الحقيقة. أيضا وعدنا إدارة المستشفى بصرف جزء من الباب الثاني للمصروفات العمومية. بند التطوير والتحسين كان وضع جيد، وهناك بعض المعدات اللي أقرت إدارة المستشفى توريدها وستصل خلال أيام وستحدث الحقيقة في مستشفى الجيجيب القروي. دعت الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية للمساهمة في حملة في كل ذات كبد رطبة أجر، حيث أنه في حرارة الصيف العديد من الطيور تموت بسبب نقص المياه وارتفاع درجات الحرارة. كما طالبت الجمعية المواطنين بترك وعاء على أشرف المنزل أو الحديقة لإنقاذ الطيور. يذكر أن هذه المرة تعد المرة السادسة التي تنظم فيها هذه الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية لإنقاذ الطيور. نهاية النشرة، لم يبقى إلا التذكير بالعناوين. أهالي أوجلا يهددون بإغلاق الحقول الواقعة بنطاقهم في حال ممارسة ضغوطات لإلغاء قرار المشير حفتر. الوطنية للنفط ببنغازي، تورط الجماعات المسلحة المرتبطة بالمجلس الرئاسي المنتهي في عمليات نهب أموال الدولة. البرلمان العربي يرفض المساس بالأموال الليبية المجمدة في بريطانيا.
النشر يمكنكم متابعة قناة ليبيا الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، يوتيوب وتليجرام، وبإمكانكم أيضا تحميل تطبيق ليبيا الحدث عبر هواتفكم المحمولة. كما يمكنكم أيضا متابعة البث المباشر على موقع القناة الرسمي والوحيد ليبيا الحدث .net. نهاية النشر، شكرا على حسن المتابعة، في أمان الله.